يفتح كل باب. أبيات وحداء، هذا آخر سؤال لكم. خلاص يلا، أبيات وحداء. أبو الدمام يوم رثى محمد بن حميد، كذا في رجل الخطب وليفتح الأمر بصوتي. يا شيخ شاورنا حنا واخترنا القصيدة الطويلة التي قال أبو تمام في محمد بن حميد الطوسي البطل قتل وعمره 34 وقد كسرت في يده 9 أسياف يوم قاتل الروم وسارت ثيابه حمر من الدماء ثم قتل، فلما دخل بغداد قال كذا، سامحوني صوتي أنا ترى علشان الزنجبيل ولا أنا أبدع. كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماءها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. هذا أحسن ولا صوت أبو علي؟ والله ذكرني جدتي والله. نحن نعطي درجتين إكراما لأبي تمام. الله اكبر، يستاهل ابو تمام. ابو تمام يستاهل. اما تسمح لي بس كنقطه، والله المفروض تعطونا 10 عشان نسمع لها الصوت. لا تظلمون انفسكم، رايكم في صوتي بالحداء. والله سنقدر مثل ما قدر الدكتور النابلسي يوم اعطاه درجه، يعني مضطرين انها 3 درجات فقط. تمام، عشان الصوت. والقصيدة معروفة أصلا. أنا أتوب إلى الله من الحدا من هذه الليلة. هذا آخر سؤال كما يبدو. هذا اللي يبدو، والله أعلم. قصة لا تنسى. وش رأيكم؟ قصة وفاة النبي، قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هنالك قصة يشترك في التفاعل معها الجميع، قصة لا يمكن أن ينساها التاريخ، مدح أكثر من القصة، ولا يمكن أن ينساها أحد. وأنت لك فيها شريط يا شيخ عايض، من أحسن أشرطتك. أيوة، وسمع الشريط وبكيت أنا. غير هذا أنا يعني وأنا صغير ذاك الوقت هي اكتشفت قصص بعدين. ألا وهي قصة وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تلك القصة التي أفزعت الصحابة رضي الله عنهم، وهم من هم كالجبال في إيمانهم ويقينهم، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يقف ذلك الموقف، ولولا أن أبا بكر قد ألهمه الله تلك الآيات لا حصل من الصحابة ما تعلمون جميعا. فلما تلا تلك الآيات وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الموقف الحقيقة لا نستطيع أن ننساه، ولا الذاكرة البشرية ولا ذاكرة التاريخ أن تنساه إلى أن تقوم الساعة. يعني ما في رجل في الأرض أحب رجلا كسيدنا الصديق رسول الله، ومع ذلك قال محمدا فقط، محمدا فقط لئلا يؤله. كأني رأيت الدكتور العوضي يقول للشيخ عايض يعطيهم 10. 10، كأني رأيته، كأني سمعته. 10 يا شيخ. يا أخي لا تدخل فينا. طيب. آسف. أشاورهم في وفاة رسول الله. 8، لأنه وصل ما جاب بين قصة معروفين. ما سرد القصة. موافقين؟ هو الثمانية. موافقين؟ خلاص وافقنا يا شيخ، مشاورة لم يخرج منا أحد. كلنا اجمعنا، كلهم شاورتهم يا شيخ عايض، والله كلهم سكتوا. حتى الدكتور امجد السكوت علامه الرضا. امجد هنا ما شاور. لا امجد ما درى وش السالفه. اسلم يا شيخ. طيب نشوف انها 8. التعليلين انها ليست في سياق قصه وذكر لا وكذا، هم بعض العلماء يقول ليست قصه هي مشهد. ثانيا انه اخذها مني لانه في الشريط لي سابق والشيخ شاهد منها. طبعا لانك كنت موجود من العصر الاول. لا قصه لاني صغت انا فصارت صيعني صارت. والله ما سمعت شريطك. لا هو اخبرك عبد الرحمن. يعلم والله ما سمعت. هو لم يذكر قصه يا شيخ، لم يذكر. هو قصة. علق على حاجه هذه. لا نحن لا لم يذكر قصه صحيح يعني، ما ذكر قصه. هذه هي قصه في صلب العمل. علق عليها تعليقا عاما. نعم يا دكتور، هي تعتبر قصه طبعا. لا والله في صلب العمل قصص طبعا. شيخ خالد 10 اديب تراكم على جنب الادب. 10 خصصنا شيخ خالد. لا دكتور عبد الرحمن افضل في الادب من هذا قلبي. خلاص 10 ما يستاهلوا الان الجمع.
طيب الشيخ العشماوي او النابلسي العشماوي هنيئا لكم 51 ما شاء الله. وفريق الشيخ عايض كم؟ 56. حسب ورانا معنا المستشار هذا عقليا هذا عقليا الدكتور امجد حسبها هذا رجل فتح عليه يعني الجائزة الحقيقة أنهم ما حددوها خلنا واضحين وصريحين صحيح لم طلعنا من الماء بارد لا 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 لا, لا, لا أبشروا أبشروا بالخير فأنتم بين خيارين الأول هدية دنيوية رمزية ليست من قدركم وهاتبونها ولا نعرض الثاني الثاني مبلغ مالي لن نذكره وقف أو صدقة عن أمواتكم. طيب خلنا نجاوب. بعد فيها لا. باقي متشاور. أما الوقف حنا بندعو له لا خلنا نوقف شيء الأقدام حنا بندعو له لا ونوقف عليه. نبي الوقف صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. واخترنا وشاورنا. واخترنا الوقت وامجد اسكت يا اخي امجد موجود لا هو وصل لي لحسب اللي سأل الله شوف يا حبيبي اخترنا شيخ ماجد مخارج ان الوقف هو الاحسن لنا في الاخره بشرط تجعله الايتام سوريا وتعلنه الان طيب لحظه يعني انتم تشترطون اعلانه لازم بارك الله فيكم بارك الله فيكم خلاص وبعدين يا شيخنا يعني الحمد لله هذه نيه وعلى الهواء والناس تسمع وتشجع ونعطي فكرة المسابقات على الوقف يفتح عليك فتوحات والله يشركنا معكم يا رب امين يا رب لا طيب ضم صر ركعتين طيب طبعا ترى انا ذكرت لكم بس اننا اهديناكم هدية رمزية ليست من قدركم ولا حقكم صح واشركنا والديكم والشرك ما يجوز الشرك الشرك ما يجوز واشركنا والديكم في هذا العمل جيد جزاك الله خير طبعا المبلغ ومعها من توفي من ابائي واجدادي وعماتي والمنقطع منهم وكذلك الفريق الثاني سيدخل معنا اليوم يوم الله اكبر 100,000 ريال لايتام سوريا الله اكبر معنا القبله قبله معين جزاك الله خير اسعد نسبتكم ونسبتي هذه الله اعلم فيها هذه احنا طلعنا بفضل الله تعالى بفوزنا وبتنازل الأخوة عن حقهم بالجائزة لأن يكون لهذا الوقف المبارك لأيتامين لكنها جائزة للجميع يعني للفريقين الفائز والمجد الحكام وفي كمان هدية لكم وفي هدية لكم شيخ سيمان ايش بينان ايش الهدية اللي تقدمها الواحد من الشيخ عايد يطلب الشيخ عايد تاج راس يطلب يلا تاج راس لو اطلب ثوبك والله تطلب ثوبك يلا اعطيه الثوب والله شيء يستاهل شيخ عايد ترد عالم من العلماء استغفر الله انا هيا بس خذ الميكروفون خذ الميكروفون انت جاهز؟ الله المستعان الله يوفقك يا عبد الله عليه ثياب ظلمات بعضه فوق بعض اقول ايش اللي ما ورط ما شاء الله الله يخلف عليك ويرحم والديك الله يثيبك شكرا خيرك مقبول وانا اهديه بدوري لامجد لجهود امجد الدكتور امجد جزاك الله خير لجنة